جاءني كتابك أيها الابن الكريم متضمناً طلبك أن أكتب إليك ما علق بالذاكرة من أخبار وحوادث كنت شاهداً عليها خلال السنين الطوال التي قضيتها مترحلاً بين حواضر وبوادي هذه الأنحاء الفسيحة الممتدة من أوسط الأطلس إلى جنوب نهر صنهاجة من بلاد السودان، وكنت فيها حاضراً لكثير من الأحداث ومشاركاً في الكثير منها. الشنقيطي رواية الموريتاني السيد ولباه، هكذا تبدأ رواية الشنقيطي للسيد ولباه، هذا العمل الذي جاء على شكل مخطوط نادر اكتشف في مراكش نيسان عام 1989، وهو التاريخ الذي عرف أحد أهم الأحداث السياسية في موريتانيا وكذلك أحداثاً سياسية مهمة في المنطقة. تبدأ الرواية على شكل رسالة طويلة، أو لنقول رد طويل على رسالة مبعوثة من قبل شخص يطلب من السارد أن يحدثه عن تجربته وعن شهادته على حقبة تاريخية محددة في سياق اجتماعي وثقافي معين. وربما لهذا افتتحها الكاتب على هذا النحو المباشر دون تسييق أو مقدمات أو حتى تأطير للمناخ الاجتماعي أو اللحظة التاريخية التي يمسك بها السرد الروائي، كما هو شأن أغلب الروايات التاريخية كرواية الشنقيطي، غير أن القارئ سيلاحظ تدفق المعلومات بكل ما سلف ذكره هنا خلال الرسالة المشكلة متن الرواية. فمنذ لحظة ميلاد السارد التي وعدنا بعدم الحديث عنها عبر الحديث عنها مروراً بالسياقات الاجتماعية المميزة لمجتمعات الصحراء، ثم وصولاً إلى التعريج على الحقائق الأيكولوجية للمنطقة، اعتمد السارد على صيغة ضمير المتكلم بكل ما يعنيه من امحاء المسافة بين السارد وهو هنا عليم جداً وبين البطل والذي سيتوضح خلال الصفحات أنه الشاعر عبد الله والمحمد والمعروف باسم والرازقة. لا تبتعد الرواية كثيراً عن أجواء التاريخ في تلك الحقبة من القرن 17 الميلادي، كما تعطي ومضات حول تاريخ بعض المدن والتي تظهر باضطراد كجزء من تتبع مسيرة بطل لم يعرف في حياته الاستقرار طويلاً في مكان واحد. فتتجلى مدن شنقيط ووادان وتيشيت وكذلك المدن والإمارات والدول الواقعة على طريق الحج عندما تنطلق قافلته من أمام المسجد العتيق في مدينة شنقيط، مقتفية مساراً يمر بعدة جغرافيات وأمصار. لغة الرواية بامتياز تراثية، ربما لكي تناسب الحقبة التاريخية التي تتحدث عنها، لا سيما في هذا الفضاء الصحراوي البعيد، كما أن العمل يندرج في إطار الروايات التاريخية
وهو الصنف الذي يكتب فيه الموريتانيون الذين يكتبون السرد غالبا، ونقول غالبا. اعتمد الكاتب الجمل الطويلة والاستطرادات أحيانا، وأثرى المواقف والأحداث التي تدور وردود أفعال الشخصيات مركزيها وهامشيها بالغوص في التفسير وكذلك في الوصف، وجنح أحيانا إلى تبرير الأحداث بشكل يقترب من التحليل الاجتماعي أو الدراسة، وإن لم ينفصل تماما عن جسد السرد أو مسار الأحداث، بل ظل هناك خيط خفي وناظم لتلك التفاصيل يبهت أحيانا ويسطع أحيانا من فصل إلى فصل آخر. لا تحتفي الرواية كثيرا كما يبدو بالخيال، كما أنها تعتمد السرد أكثر من الحوار، وتركز على الوصف والتحليل أكثر من تركيزها على الصراعات والتوترات، إذ تخلو من الدسائس ومن المؤامرات ومن الصراعات وكذلك من القضايا الكبرى، وتقدم تاريخا مهذبا وهادئا، وهو نمط على أي حال من الكتابة له مكانته وخيار أدبي متاح. وبعيدا عن القيمة الفنية والأدبية لرواية الشنقيطي، والتي لا ندعي الأهلية للبت فيها، وليس ذلك أبدا من ضمن أولوياتنا أو ما نهدف إليه في هذا البرنامج، بعيدا كذلك عن تفاصيل التجربة الروائية الأولى لكاتبها، فإن رواية الشنقيطي تبقى عملا موريتانيا خالصا يتناول حياة شخصية ثقافية موريتانية مهمة، حتى وإن ادعى كاتبها كجزء من حبكة أصبحت سائدة بشكل عام في الروايات التاريخية، أنها اكتشفت كمخطوط في مكان آخر.